الوسطى منه الأذكى من الأشطى. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ويا مسهلا فيكم جمهورنا الكريم في حلقة جديدة متجددة من برنامجنا الجميل هي وهو. اليوم بإذن الله نستمتع وياكم في هذا البرنامج مع المبدعين والمتألقين دائما وأبدا كما عودونا يزن ورزان. خلونا نرحب بأولى قائدة فريق هي رزان. يا مرحبا برزان. خلوني أهزمها وشوفوا من وقتها ترجع تتعذب منه الأذكى من الأشطى. يا هلا برزان، كيف الحال يا رزان؟ الحمد لله. أخبارك؟ تمام. وإيش مسوي؟ إن شاء الله مبسوطة. الحمد لله. يا رب لك الحمد. مستعدة إنك إن شاء الله تفوزي؟ إن شاء الله. الحمد لله. ها؟ إن شاء الله. مستعدة؟ إيه. طيب. بإذن الله الفوز لنا. وين يزن؟ يا خلينا نرحب بيزن. خلونا نرحب بالمبدع المتألق يزن. هلا بك يا عبد الرحمن. هلا والله، هلا والله مشاهدينا، هلا والله رزان. اوف اوف اوف. دقيقة 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 دقيقة، هذا الشيخ شكله ما شاء الله حق المسجد. وش هالحركات؟ وش هالبركات؟ رجال ما شاء الله كفو متكشخ. انا رجال من يوم ما اعرفك. اوف صدق ما شاء الله تبارك الله، هذه قصف جبهتك والله، يعني قوية هذه. ايش الحركات هذه ما شاء الله والكشخة؟ لا يكون ما شاء الله تبارك الله، صرت غني واحنا ما احنا عارفين ولا ايش؟ لا 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 ولا حاجة. ما شوف اسمع، شوف جايين بمشاكل حركات ما ادري ايش، ما احب المشاكل هذه. تلاعب يمين تلاعب يسار، انا ما ابغى مشاكل معك الله يخليك. أنا شكلك كذا مو مريحني. أنا جاي، ما أنا جاي بشر ولا جاي بحاجة. ها، إيش اللي جاي؟ إيش في خير؟ أنا جاي أبغى أشتري هذا البرنامج. الله الله، أنا عارفة ليش تشتري البرنامج، لسبب واحد، عشان كل يوم أطلع في البرنامج وأشوفكم المشاهدين كل يوم أسلم عليكم. أصلاً لو شريت البرنامج النشبة، أول شيء بغيره أنتي. أوف. لا حول ولا قوة الا بالله. كيف بتشتري البرنامج؟ قل لي يعني. تعال 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 تفضل، تعال تفضل. ما شاء الله كيف تشتري البرنامج؟ وش المطلوب؟ قل لي ايش المطلوب انك تشتري البرنامج؟ وكيف بتشتري البرنامج هذا يعني؟ انا ابغى اشتري لاني مليت، كل يوم افوز كل يوم ابغى اخسر. اوف، يعني تبغى تشتري البرنامج هذا؟ اقول لك تعالي تعالي تعالي، انت هنا دقيقه بالله، خلوني اتنفس خلوني اتنفس خلوني اتنفس. طيب دقيقه دقيقه، انت اصبري. انت دحين تبغى تشتري البرنامج، يعني لدرجه انك خلاص وصلت لمرحله تبغى تخسر؟ ايه. كيف تشتري؟ كيف يا بشتري؟ بدفع فلوس واخذ. طيب حسنا دقيقه دقيقه، احنا فاهمين يا زين ليش تبغى تشتري البرنامج. أبغى أشتري عشان أخلي هو ضد هو. أوه كيف إن شاء الله؟ أوه هو ضد هو. كيف؟ يعني تستبعد فريق هي؟ إيه. أصلاً بالله كيف يعني بتشتري برنامج وأنت أصلاً ما عندك فلوس؟ ما عندي فلوس. ها؟ لا أمسك ثواني. يسكت، لا تطلع لي 5 ريال وما أدري. دقيقة دقيقة، شوف والله الله 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 ما شاء الله، والله بشت والله. أوف أوف. دقيقة دقيقة، والله مطروخ ما شاء الله. لبسني البشت، لبسني البشت عشان أحضر معك حفل شراء البرنامج. نعم. أوف أوف أوف. وين جاي الفلوس؟ أوف أوف أوف. ما استلم بحصلتك إلا 5 ريال. يا ولد. سلام عبد الرحمن. ها، من فين ده جايب الفلوس؟ قلت لك بحصلت 5 ريال. ما أدري. البرنامج هذا أنا حاولت حينباع. بإذن الله تشتريه. بإذن الله. إيه. بإذن الله هو اللي راح يشتري. إيه، هات الفلوس. هات فلوسك يا ولد. فلوسك. هات فلوسي. أدي فلوسه. لو سمحتي. فلوسي. لو سمحتي الشيخ. الشيخ عرامي. يزن هذا. الشيخ يزن. إيه. طيب يا شيخ يزن، وكيف بتشتري البرنامج طيب؟ تقول لي بفلوس ها؟ إيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. طب كم يوم تشتري؟ بشتري حقي خلاص. يعني البرنامج يصير لك حصري أنت حقك؟ إيه. يعني برنامج هو وهو. إيه. طيب دقيقة دقيقة، كيف تخلي هو وهو؟ ومين هذا اللي
ضدك. ما لك دخل، ما لك دخل. هذا الشيخ يزن. الشيخ يزن والله. ما معك، معك فلوس؟ معك فلوس ولا ما معك؟ لا معي 500 ريال. الله 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 الله. أو عشان تدري ليش؟ لأنه هي ضعيف مرة. فريق هي ضعيف؟ إيه. إيه والله أنا قلتها. طب اسمع اسمع. الحين أنت تشتري البرنامج؟ الحين أنت معي ولا معه؟ أنا مع محايد، ما له صلاح. لازم يعني نسأل. أنت مذيع مالك دخل تشجع فريق اللي فوز تشجعه. طب واليوم يمكن الثاني يمكن ما المخرج يرفض، يمكن المخرج يرفض، خلينا نشاور المخرج. طب متى نشاوره؟ ها دحين يا أستاذ مخرج، هل توافق على بيع البرنامج للشيخ يزن الله يعطيه الصحة والعافية؟ المخرج يقول لك كم بتعطي؟ 500,000. أوب 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 أوب. المخرج 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 يقول لك بيديك عبد العزيز بنوب هديه معه مدير قناه مجد الاطفال. طيب دقيقه، طيب هو بيشتري وقال يبغى فريق. ها مين الشخص هذا اللي بيصير ضده؟ بيصير اكيد بندبر واحد بيصير البرنامج. يلا مين برنامج هو وهو؟ تعرف من هو؟ ها تعرف من اسمه؟ يلا مين انت معك احد يعني بينافس؟ اكيد. مين هو؟ مين هو؟ الشيخ البطل علي. يا مرحبا علي. الله 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 الله. هلا 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 هلا. يا مرحبا، اهلا وسهلا. تعال يا شيخ علي، تعال هنا يا شيخ. اكثر اكثر. كيف حالك يا شيخ علي؟ خلي وجهك هنا عشان. كيف حالك يا شيخ علي؟ طيب. نتعرف عليك. مين انت؟ مين انت؟ انت جاي تنافس مع فريق هو؟ ولا البرنامج خلاص يعني؟ لو سمحتي لو سمحتي لو سمحتي اطلع خلاص، هذا نجيب لي منافس خلاص. لو سمحتي لو سمحتي تفضلي تفضلي تفضلي. اسمع تفضلي لو سمحتي لو سمحتي. لا لو سمحتي اسمع علي شوي. شفت هذا علي؟ ايوه. الحمد لله انا مستحيل مقلب واللي انا ما اعرفه. ها كل المقالب حقتك اعرفها. يعني هذا مقلب؟ لا هذا رجال. شوفي لابسه بيش ما شاء الله. شوفي ما شاء الله. بالليل امس سمعته هو يتفق مع علي. اوف. طيب ايوه. وقررت اني باخذ بنت ملكه. ايوه. اميره. اوف. احلى منكم يا ساتر. وكفو. ايوه. واحلى منكم مليون مره. ايش يعني معك واحده انت كمان بتبقى؟ اقول لك اسمها. ايش هي؟ ايش اسمها؟ حور. حور. تفضلي رحبوا فيه. دقيقة 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 دقيقة. رحبوا معها يا حور. معلي معلي. تعال 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 اولاد معايا. شوي شوي تعال تعال. ايه يا شيخ يزن الشيخ. تعال تعال تعال. اوكي تعال اوقف. لو سمحت اوقف هنا اوقف هنا. وانت اوقف هنا. وتعال لو سمحت انت اوقف هنا. توترت معليكم شوي. هلا والله بالاخت حور. كيف حالك يا حور؟ الحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. يعني انت جايه الان تدافع عن برنامج هي وهو؟ اكيد. يعني يعني ما 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 نبيع البرنامج يعني؟ لا ما تبيعه. لا حول. الشيخ الشيخ يزن والشيخ علي احسن شيء. ها احسن يا انك ها ما راح تشتري البرنامج. حر على قلبك. انا عندي لكم راي، انا عندي لكم راي. شيخ يزن انا الراي يعني اديني فلوس اديني فلوس اديني فلوس. انا اعتبرني اني اشتريت البرنامج تمام، او انك انت اشتريت البرنامج خلاص تمام. لو فزت اليوم على البنات تمام، فريق هو يصير مستحوذ على البرنامج كامل. واذا انتوا فزتوا مستحيل نخاف. واذا انتوا دقيقه اسمعني، مستحيل نروح نخاف لاي فوز لنا ان شاء الله. اكيد اكيد. طب صلي على النبي صلي على النبي. قول اللهم صل على محمد. اذا فزتوا انا اخلي البرنامج هذا خاص بالبنات. لا دقيقه. طب نخليه سحقون سكاكر بنات سكاكر كلهم يجوا هنا. طب بس اسمع، شفت هذه العقوبات؟ ايوه. احنا بنختار بدون ما نحط السهم. لا لا مو بكيفك، هو نظام برنامج. اقول روحي روحي. انت قلت بدنا. طب انت قلت اذا فاز اذا فاز هذا. أيوة. يزن هذا. اها اعوذ بالله الشيطان الرجيم. ايوه. اذا هذا فاز ايوه انت قلت راح يتحكم في البرنامج صح؟ يا سلام. احنا اذا فزنا نتحكم في البرنامج كيفنا. خلاص ابشري تم. يلا خلاص تم. بس فوزي اليوم.
جاهزين ولا ما انت؟ يا علي جاهز ولا ما انت جاهز تكون مع يزن؟ جاهز. ايش تقول لهم يا علي؟ بنكسر الوصفات اليوم. ارجع ارجع شويه يا يزن، خليك انت. ايوه ايش تقول لهم؟ بنكسر رؤوسهم. بتكسر رؤوسهم اليوم؟ ايوه. يا ساتر، ايش تقول يا يزن؟ قول لهم، ايش تقول لهم؟ انا اقول ما نحتاج اصلا نشد حالنا. ما نحتاج نشد حالنا. 4 مرات متتاليه نفوز أيوه؟ عليهم. يعني اليوم بتفوزوا يعني كمان؟ واحنا مغمضين كده. ردي يا حور، ايش تردي؟ بنكسر رؤوسكم اليوم وبيفوز فريق هي وبنعاقبكم. اوب 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 اوب، ردي ردي ردي، ايش تقولي؟ يلا ها. اقول يا وخر وخر هذا اللي فوق راسك الكشة، عشان من وخر احنا بنفسنا. يعني هذا هذا يعني تفخروا بنفسكم؟ ايوه. يعني يعني اقول لكم انتم كلامك كثير وانتم كلامكم كثير. انتم جاهزين نبدا التحدي؟ ايوه. جاهزين نبدا التحدي؟ خلونا نبدا اقوى تحدي بين فريق هو وفريق هي. لو تتحداني ما تقدر. من الاذكى مين الاشطر؟ شيل المطر اذا تحلم. ايه خلي خلي الالي عشان تعرف تلعب وتجري وتتحمس. ايه ما في رسميات الان. ايه